المساحات العموميه والاحياء الهامشيه والشوارع الرئيسيه باش نستهدفوا الساكنه ديالنا من اجل التوعيه ديالها بطبيعه الحال. امور بسيطه ولكن امور اللي عندها الابعاد الحقيقيه ديالها في محاربه الوباء ديال كوفيد 19 اللي هي التباعد الاجتماعي اللي هي الوضع ديال الكمامات اللي هو اجباري وبطبيعه الحال النظافه الجسميه اللي هي اساسيه. ماليه كتراوح ما بين 300 درهم و 1300 درهم. الحذر والمزيد من الحذر اخي المواطن. غادي ما عرفش بين فيروس كيدور، دابا تفرج ندير فيروس دابا من الدار، دير والديك، والله يستر لك شي واحد عنده فوق 65 سنة في الدار، غير ما يتحملش هذا المرض هذا، عارف الأعراض ديالو في الميلي، عارف اللي عندنا وفيات في النيترو، عارف هذا الشيء، ما تعرفش نخرج نجيب لك بلان. ان شاء الله ندوزو المرحلة بسلام، نتعاونوا اجمعين ان شاء الله تدوز بسلام. كنشوفوا هاد السلطة باش تشوفوا الناس واش لازم التدابير الاحترازية. تبارك الله عليكم دايرين مسافة الأمان بيناتكم، وانت تبارك الله عليك وليداتك مقيين ولابسين مزيان ودايرين الكمامات. واحد الحوايج نديرهم باش تنساليو، باش غادي نمشيو ان شاء الله من هنايا كاملين، اشنو غادي نديرو في الباب ديال المنزل ديالنا؟ أول حاجة كنعقموا الأحذية ديالنا والأحذية ديال الأطفال ديالنا، كنحيدوا الملابس باش خرجنا، وكتحط واحد البلاصة باش تعقم، كنلبسوا ملابس جديدة ونعيشوا الحياة ديالنا الطبيعية، لأن الفيروس دابا وصلنا لواحد الحالة ديال التعايش. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.